والسلام على حضره سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. شباب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميع. زي ما اتكلمنا في الابيسود اللي فات عن الاكشن اساينمنت، راح نتكلم اليوم عن السبتراكشن اساينمنت، الاوبريتور بتاع اللي بيعمل عمليتين اثنين. زي ما كان اللي فات بيعمل اساينمنت وات، ده بيعمل اساينمنت وسبتراكت، تمام كده جميل. يبقى نكتب السطر ده، الاوبريتور ده بيعمل ايه؟ بيطرح القيمه اللي على اليمين للمتغير اللي على الشمال، وبيحط النتيجه في صالح المتغير اللي على الشمال. النتيجه طرح الاثنين من بعض، يعني بيعمل حاجتين. الحاجه الاولى بيطرح القيمه اللي على اليمين من متغير او من قيمه المتغير اللي على الشمال، وبيحط الناتج بتاع الطرح بتاع العمليه دي في قيمه المتغير اللي على الشمال، تمام كده جميل. يبقى انا لو شفت السطر ناقص يساوي هروح اعمل ايه؟ اعوض بك، افهم ان هو بيمشي بالخطوات دي. بيقول لي والله واي قيمتها بكام؟ واي قيمتها ب 10، حلو خالص. اكس قيمتها بكام؟ اكس قيمتها ب 5. اروح طارح انا دلوقتي الخمسه او قيمه الناسف هو قيمتها ب 6، ها؟ وبعدين الاكس قيمتها بكام؟ الاكس قيمتها ب 5. اروح طارح انا دلوقتي الخمسه ناقص الستة، كأني أو بنفذ السطر ده، إكس بيساوي إكس ناقص واي، ها؟ يعني إيه؟ أروح أعوض عن قيمة الإكس بكام؟ بخمسة، وأعوض عن قيمة الواي بكام؟ بستة، وأطرح الخمسة ناقص ستة يديني كام؟ يديني سالب واحد، فلو عملت كنترول إس هلاقي إن النتيجة بتكون عبارة عن سالب واحد، سهل الكلام؟ جميل خالص. لو أنا طيب حبيت أقول برضه ناقص يساوي، أخذ مسافة وأحط ناقص يساوي، وأقول قيمة المتغير زد، هي نفس السيناريو، بس إيه؟ المرة دي حطينا فاريبل ثالث، فهنروح نعمل ايه؟ ناخد الاثنين دول مع بعض كاني احط اقواسا، تمام؟ من باب التسهيل بس، هناخد الاثنين دول مع بعض. وبعدين هناخدهم مع المتغير اكس، او اقصد الناتج بتاع دول. طيب ماشي اوكي، نفهم كده بالراحه، الناتج بتاع واي ناقص يساوي زد عباره عن ايه؟ ها؟ اعوض عن قيمه الزد بكام؟ ب 10، حلو خالص. وعن قيمه الواي بكام؟ قيمه الواي ب 6، اطرح بقى ال 6 ناقص ال 10 يدي لك كام؟ الناتج دلوقتي بيكون عباره عن سالب 4، خلاص كده ممتاز خالص. السالب 4 ديت عباره عن ايه؟ ناقص يساوي، ديت عباره عن قيمه الواي الجديده، خلاص بقى انت بقى عايز السالب 4 دي اتحطت في قيمه الواي، حلو. يبقى نشيل ده كده وناخد بقى مين؟ الاثنين دول مع بعض، لان انا خلاص بقى عندي كده قيمه الواي. خلاص ناخد قيمه الواي، الواي قيمتها بكام؟ بسالب 4، حلو. اروح اعمل فيها ايه سالب 4 دي؟ هي بقت سالب 4، وانا المفهوم اهو هي مكتوبه فوق، الواي دلوقتي قيمتها بكام؟ بسالب 4، يعني انا هشيل واي واكتب مكانها كام؟ سالب 4. سالب 4 اهو، وخد بالك اني انا هحطها ما بين قوسين علشان تاخد بالك ان في سالب في النص عشان الاشاره هتتعكس، اهو في سالب. وقيمه الاكس اللي انا بطرحها منها قيمتها بكام؟ بخمسه، فاعوض عن قيمه الاكس دلوقتي بكام؟ بخمسه، فتبقى خمسه ناقص اربعه اللي هتديني كام؟ يعني خمسه زائد اربعه اللي هي الناتج هيطلع لي في النهايه عباره عن تسعه، لو انا عملت كنترول اس دلوقتي. بس انا طبعا ايه حطيت الاقواس من باب التسهيل، يعني مش من باب انها تتحط كمنطق، فيديني الناتج عباره عن تسعه. ده الفكره بتاعت الناقص يساوي اوبريتور، او ما يطلق عليه في الجافا سكريبت سبتراكشن اساينمنت. يا رب اكون وفقت التوضيح من فوق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.